مواجهة مرتقبة منتظرة، قمة كبيرة، كل شيء أصبح جاهز من أجل مباراة ممتعة هذا اليوم. أي أجواء في مباراة اليوم، أي حضور جماهيري كبير. نأمل أن نشاهد مباراة ممتعة، بالذات أنه الطقس اليوم رائع والسماء صافية، كل شيء أصبح جاهز. جو كورة يا جماعة ومباراة منتظرة يا جماعة. هذه الأجواء الرائعة، المشاهد الغير عادية نشاهدها أمامنا في ملعب دراغاو، واحد من أبرز الملاعب الأوروبية. والآن مع انطلاقة المباراة، شهراني يمسك الحارس بالكرة، كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. نيمار ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، لم يكن في الإمكان بأفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة، وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. مرت الكرة بشكل جميل، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، الله تسديدة، شهراني، الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة، كرة خطيرة على اليسار، سافيج يلعب رمية التماس، تلعب الكرة إلى الأمام، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كوليبالي، مالكوم، مالكوم كوليبالي، مالكوم يلعب العرضية، نيمار يلعبها على اليمين، يقطع الكرة، سافيج يلعبها للجانب،
يلعب كرة بينية ماركوم ضربهم كواهم أحرق مرماهم. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. يسدد الكرة إلى خارج المرمى. نيمار، الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. النتيجة 1-0. يغير اتجاه اللاعب على الجناح عند المساحة الخالية على الطرف، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. كرة طويلة للأمام، نيمار سافيج، شهراني يحاول أن يلعب كرة بينية. سافيج، تمريرة جميلة. كرة طولية إلى الأمام، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. يلعب كرة على اليسار، يلعب كرة بينية. تمريرة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. ويمر سيدور، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تلعب الكرة إلى الأمام، سافيج، مالكوم يمر ويلعب كرة بينية. كوليبالي
تمريرة بينية ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعب كرة على اليسار ولا يزال يحاول، مستمر في التقدم إلى الأمام، يعدي والتسديد، يلعب كرة. يا إلهي هدف! العين الإماراتي سجلوا هدف التعادل الآن. يا جماعة الكرة اللي يلعبها تدرس، أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعله بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. يواصلون المباراة بعد أن تعاد الفريقان. مالكوم تحرك بقوة هائلة، لمسة بينية، يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. كرة طويلة للأمام، وأجمل بينية. كرة من جهة اليمين، يحاول تمريرها من بين المدافعين، هجمة مرتدة الآن. يحاول يسدد، فرصة خطيرة جدا للتسديد. كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. كوليبالي نيمار لم يكن محظوظا. ينجح في إبعاد الكرة، كرة طولية إلى الأمام، سافيج يحاول فك شفرة دفاع الفريق، تسديدة من أول لمسة. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها. ينطلق بمجهود فردي، يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب، نيمار تحكم مذهل بالكرة، يلعبها لمنطقة الخطر.
الآن إمكانية المرتدة، كرة طولية في المساحة الخالية، تمريرة كارثية يا جماعة. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. تستأنف المباراة بقرار الحكم. وستكون هنا رمية تماس. يحاول أن يلعب كرة بينية، لمسة في المساحة الخالية. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. كوليبالي، تدرج جميل بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية. كوليبالي، كوليبالي يلعب كرة الجانب الأيمن. شهراني، نيمار، سافيج. يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. تسديدة في اتجاه المرمى، لم يكن محظوظ. الفرصة الخطيرة جدا. سيستلم هذه التمريرة الطولية. لمسة بينية. يستعيدها سافيج. تقدم إلى الأمام. الكرة ملعوبة من مسافة. كرة طويلة إلى الأمام، كرة بالعرض، قراءة ممتازة من الدفاع. هذه ضربة رأسية رائعة، هذا التصدي رائع، هذا الحارس رائع، ردة الفعل تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة.
احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. يمر ويلعب كرة بينية. سافيج يحاول تمريرها من سافيج، ملعوبة بشكل جميل. إبعاد خاطئ. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يلعب كرة على اليسار، فاتت ومرت وصلت إليه. يلعبها أرضية. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. سافيج، يا له من تصدي من حارس المرمى، يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. يبعدها بقبضة يده. نيمار، سافيج ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعب كرة بينية. العين الإماراتي يستحوذ على الكرة ولكن بدون خطورة، غير قادر على إيصالها إلى الأمام. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة طولية من الحارس. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. نيمار، الله على هذا التألق لحارس رائع. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. نيمار والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. مالكوم يحاول أن يلعب كرة بينية. رمية جانبية إذن. نيمار، الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. كرة طولية من الحارس. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. كرة طويلة للأمام. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. كرة طولية إلى الأمام. يلعب كرة طويلة. يقطع الكرة. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم.
تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. تمريرة قوية أكثر من اللازم. ينطلق إلى الأمام بسرعة. فرصة هجوم معاكس. يستعيد الكرة مرة أخرى. لمسة بينية. مالكوم! ومرة ثانية. والكرة في الشباك. جول! أوه! يا لها من متعة. هذه هي الكرة المجنونة. كرة ليس لها أمان. ليلة غير عادية. كرة لا يمكن أن تضيع. والآن تغيير سيتم مع توقف الكرة. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف واحد. كرة إلى الأمام. أوه. تدخل جميل واعتراض أجمل. سافيج يمرر كرة قوية. تلعب الكرة إلى الأمام. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. يلعبها طويلة على الطرف. كرة طويلة للأمام. تحرك جميل. اندفاع إلى الأمام. محاولة خطيرة. ماذا بعد سيدور؟ الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. ردة فعل غير عادية. اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. أفقد الخصم التركيز التوازن. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ سيدورف. كرة على الطرف. نيمار. الآن فرصتهم للمرتدة. كرة على الجانب. نيمار. سافيج. لحسن حظه لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يبحث عن المهاجم. عرضية دق. يحاول لعب الكرة بالرأس. وفرصة أخرى. أوه. تصدي غير عادي من حارس المرمى. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. والآن عملية التغيير. نيمار.
الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. الأمر كبير جدا، عميق في نفسية اللاعبين، تجاوز مباراة معقدة صعبة في هذه الليلة، والفوز فيها أمر رائع لهؤلاء الشبان. أعتقد أنه الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة، لكن رغبة الفوز هي اللي غيرت الكثير من الأشياء، جعلتهم يتفوقون على التعب والإرهاق وعلى الضغط البدني والعصبي في هذه المباراة. إلى لقاء آخر سيداتي وسادتي، نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقيكم بحول الله تعالى في مباريات قادمة. مع خالصي التحية والتقدير مني محدثكم فادي العتيبي.